لنا الشفاء العاجل لاخواني لاعبين نادي الفيصلي، وبحب احكي لهم ان احنا كلنا بنستناكم، ان شاء الله رجعتكم بتكون عن قريب، وبحب احكي لهم ان صحتكم بالنسبه لنا اهم من كره القدم، ان شاء الله انه بترجعوا لاهلكم سالمين غانمين. السلام عليكم اخواني اللاعبين زملائي، اسال الله الشفاء لكم ان شاء الله في اقرب وقت، نتمنى رجعتكم الى ملاعبنا بقوه، فكونوا اقوياء. السلام عليكم، بتمنى لاخواني لاعبين النادي الفيصلي ان شاء الله انهم بيقوموا بالسلامه، وان شاء الله ربنا بيحفظهم وبيحفظ الجميع ان شاء الله. اخواننا اللاعبين في النادي الفيصلي الف سلام عليكم يا رب، ان شاء الله شدوا وبتزول وبترجعوا لنا وبترجع الكره الاردنيه زي اول واحسن. ان شاء الله بتمنى السلامه جميع لاعبين الفيصلي، اللاعبين المصابين والكادر الفني، قلوبنا معاكم، انتوا اقوى من المرض، ان شاء الله انها شد وبتزول باذن الله، طبعا سلامتكم من سلامتنا، وان شاء الله الرجعه قريبه باذن الله، ان شاء الله الرجعه قريبه، وقلوبنا معاكم. محمد عبد الرؤوف لاعب نادي الشباب العقبه. اتمنى الشفاء العاجل للاعيبه الفيصلي، ان شاء الله تقوموا بالسلامه وترجعوا اقوى من قبل. اخواني لاعبين نادي الفيصلي، بتمنى لكم الشفاء العاجل، ان شاء الله نرجع نشوفكم بالملاعب باقرب وقت، والله يحميكم ويبعد عنكم كل شر وكل مكروه، ويحمي بلدنا وشعبنا من كل شر ومن كل مكروه، وان شاء الله نشوفكم باقرب وقت في الدوري الاردني والملاعب الاردنيه. بحب احكي كلمه لاخواني وحبايبي لاعبين نادي الفيصلي، الف سلام عليكم، وان شاء الله بترجعوا باسرع وقت وانتم قدها ان شاء الله. اخواني لاعبين نادي الفيصلي، امنياتنا لكم بالسلامه وترجعوا اقوى من اول يا رب، انتم قدها. مني أنا خلدون أبو رقية، بتمنى السلامة لجميع لاعبي النادي الفيصلي المصابين، إن شاء الله يا رب ربنا بيعافيكم، ترجعوا سالمين لأهليكم، ترجعوا تمارسوا الرياضة اللي بتحبوها وترجعوا للدوري. إحنا مهما اختلفت رياضاتنا، مهما كان في تنافس داخل الملعب، خارج الملعب بنضل إخوان وبجمعنا حب الوطن. الله يشافيكم، قلوبنا معاكم، شدوا من حيلكم، والله يا رب يحمي هالبلد ويحمي أهله. شكرا لكم.